المدافعة عن سجن حلب المركزي عدة هجمات استباقية في المناطق المحيطة بالسجن استهدفت فيها تجمعات للإرهابيين وقضت على عدد كبير منهم. كما تصدت قواتنا المدافعة عن مطار منخ العسكري لعصابات إرهابية تابعة لجبهة النصرة وسحقت عددا من أفرادها. وبالقرب من مركز البحوث الزراعية تم تدمير شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة، ما أدى إلى حدوث انفجارات قوية في المكان استمرت عدة دقائق. وفيما شهدت أطراف حي الراشدين بمدينة حلب اشتباكات عنيفة قتل خلالها عدد من الإرهابيين، كما نفذت قواتنا المسلحة عملية نوعية في قسط الحرام بالمدينة القديمة استهدفت خلالها وكرا أثناء اجتماع عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل جميع من كان فيه من إرهابيين.